أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين، وعلى القائم بأمره العدل المنتظر صاحب الراية الموعودة في أرض القدس، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. السلام عليكم إخوتي أخواتي الحضور جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وشكرا على حضوركم، ونقدر مجيئكم في هذه الليالي المبارك. نحن نقيم المؤتمر الرابع في القدس موعدنا. 4 سنوات مضت في هذا المؤتمر من أجل دعم قضية شعب ثائر وشعب مظلوم، ومن أجل استرداد حق ضائع. هذا الحق طال عليه الزمن ما يقارب من 1000 شهر، ما يقارب من قرن إذا كان حسابنا من وعد بلفور 1917، الآن نحن في 2023. قضية أريد لها أن تنسى، وأن يكون الأمر الواقع هو الحكم وهو الذي يجري. شغلوا الأمة العربية والإسلامية بشؤونها الداخلية، بمصائبها، باحتلالها، بفقرها، بحاجاتها، وتطاول العدو واستمكن من الأرض وتجاوز واحتل أرضاً أخرى، وطال الزمن. أكثر من 40 سنة نحن في عدوان آخر، والعالم والنظام العالمي في تلك الفترة وهذه الفترة بين ساكت وبين مهدئ وبين معتد أيضاً على هذا الشعب. أراد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يبقي هذه القضية حية في النفوس، لكن عند الشعوب وليس فقط عند الحكام، عند الناس جميعاً. من أين يبدأ؟ بدأ من أعز يوم ومن أعز شهر ومن أعز زمن ومن زمن مرتبط بالسماء، في شهر رمضان المبارك، في 10 الأواخر من هذا الشهر، في أيام يكون فيها ليلة القدر، السماء مفتوحة لدعوات المظلومين بدون حجاب. يكون لي في هذه الأيام، في آخر جمعة منه، أن يكون يوماً لفلسطين، يوماً للقدس. في شهر رمضان كسرنا الأصنام، أصنام النفس، الهوى والجوع والشهوة وما شابه، لكن شهر الله لا يكتفي في أن نكسر أصنامنا الداخلي، الخوف، التردد، وإنما ما بعد تكسير أصنام النفس أو الداخل في النفس، علينا أن نكسر الأصنام الخارجية. شهر الله، شهر رمضان، شهر الله وشهر أمتي، شهر أمتي شهر الانتصارات، نصر الله والفتح، شهر الفتوحات، شهر بدر، شهر فتح مكة، شهر حدثت فيه كثير من الانتصارات. أراد الإمام الخميني أن يربط ما بين عقيدة الإنسان ووجوده مع قضية شاء الله أن تكون قضية البشر، شاء الله أن تكون عنوان الظلم في هذه المرحلة، عنوان التجاوز في هذا العصر، قضية شعبي
فلسطين. أقمنا هذا المؤتمر من أجل التأكيد مهما طال الزمن، مهما طال الزمن وتجاوز الصهاينة ومن يخف معهم وخلفهم من أجل تثبيت الأمر، لكن بروح مؤمنة، بروح شجاعة، بإرادة مرتبطة بالسماء، سوف نزيل هذا الظلم، ونحن على موعد. في كل احتفال كنا نقيمه كانت هناك قضية. في الأعوام الماضية كانت أبرز قضية فيها بطولات الأعزاء في غزة، صواريخ غزة بالآلاف التي جاءت دفاعاً أيضاً عن القدس وغيرت المعادلة، وتفاجأ المحتل والصهاينة وحكامهم بأن هناك شيء جديد دخل إلى المعركة، وأصبحت قضية غزة لها أثرها وتأثيرها وموقعها، تتحدى وتحذر وتفرض. وفي هذا العام عندنا قضية جديدة، قضية الضفة وجهاد أبنائها وشبابها وفتيانها ونسائها ورجالها، وفرضت وجودها على الصهاينة، وكان لهم الدور في المقدمة في الميدان في الخندق الأول، واستطاعوا أن يفرضوا وأن يوقظوا النائمين وأن يحركوا الضمائر وأن يفرضوا على من ذهب للتطبيق أو استجاب لهذا وذاك أن يقف، أن هناك شعب بعد 100 سنة، بعد 1000 شهر بقى هذا الشعب شجاع واعي مضحي يستطيع أن يفرض وجوده وهويته. من هنا نحن نرسل سلامنا، تبريكنا، اعتزازنا، فخرنا بكل عائلة في القدس وفي الضفة. لكم منا كل السلام أيها الأعزاء الأبطال الذين تواجهون بصدور عارية هذا السلاح وهذا الاستبداد وهذا التكبر والتجبر. نعم، لكم منا السلام والاحترام والتقدير والامتنان أيتها العائلة الفلسطينية الشجاعة في الضفة وفي القدس، وأنتم تدخلون بيت المقدس وتقيمون صلاتكم بهذه الشجاعة والقوة في كل وقت، وتتحدون هؤلاء الصهاينة بكل أشكالهم، عسكريهم ومستوطنيهم ومتطرفيهم. أنا أكبر هذا الشاب وهذه الشابة وهذه المرأة وهذا الشيخ وهذا الطفل وهذا الأستاذ في القدس، في الضفة الغربية، في هذا المكان، في هذه الأماكن التي استطاعوا أن يسجلوا عنواناً آخر يضاف إلى عنوان غزة. نحن اليوم نعيش تكريماً للأعزاء الأبطال في الضفة، وبالتالي لهم منا كل الدعم. هذا الدعم، وصباحاً كانت، عصراً كانت التظاهرة، ومستقبلاً سيكون لنا معهم أكثر من دعم في شعرنا، في إمكانياتنا التي ممكن أن نقدمها لهم. نحن نقدم لهم الشكر لأنهم أيقظوا النائمين وحركوا الشعب في كل المناطق. شعوبنا الإسلامية الآن تفتخر بهؤلاء النساء والأطفال والشيوخ والفتيان والشباب في الضفة، في فلسطين، في كل فلسطين، تفتخر بهم، تذكرهم بأمجادهم، تذكرهم بمواقف القرآن، تذكرهم بالاعتزاز بهويتهم الإسلامية. هؤلاء أصحاب فضل علينا، من يقوم بجهاده في هذه الأيام وهو صائم، وفي هذا الشهر، وفي مواجهة في الخندق الأول، في مواجهة إسرائيل والصهاينة وتجبرهم وتكبرهم، يقدمون لنا دعماً، إعزازاً لهويتنا، لانتمائنا، لفخرنا، لتاريخنا، فلهم الشكر، ونحن معهم في هذا الطريق إن شاء الله. نعم، استطعتم أيها الأبطال أن تغيروا، أن تعطوا صورة جديدة ومهمة لناس
لا يملكون السلاح ويقدمون مثل هذه البطولات في مخيماتكم، في أوضاعكم الاقتصادية التعبانة. أديتم الذي عليكم، ندعو الله لكم بالتوفيق. نحن الآن نعيش في فترة إرهاصات لبزوغ نظام جديد، النظام العالمي السابق أوجدنا إسرائيل وحامى إسرائيل ودافع عن إسرائيل وبرر لكل وجودها. نحن ننتظر بزوغ عالم جديد ليس فيه نفاق. العالم السابق، العالم الذي نعيشه، وجدناه يكيل من مكيالين. في قضية أوكرانيا تعامل بشكل آخر، لكن في قضية فلسطين هو نائم غافل متجاهل. لكن هناك جيش الجيوش وبدل الإعلام وحاصر وقام بكل ما يستطيع تحت عنوان احتلال، وكأن في فلسطين ليس هناك احتلال. نعم، العالم اليوم هو عالم النفاق، عالم الكذب، عالم حقوق الإنسان بنظرهم وليس حقوق الإنسان التي يؤمن بها، عالم يريد أن يفرض قيمه علينا المثلية وغيرها، عالم يدعي أنه وصل إلى نهايته، نهاية التاريخ في تفرده بالهيمنة على العالم. هذا العالم اهتز، هذا النظام اهتز، هذه القيم بدأت تتساقط. نحن ننتظر بزوغ نظام عالمي جديد فيه تعددية، فيه ثقافات، فيه احترام، فيه قوى متعددة يعيش فيها الإنسان، الدول، الحضارات بكرامتها. نحن نأمل من المقتدرون من الدول العربية والإسلامية أن يكون لهم بصمة في هذا النظام العالمي الجديد بتعاونهم، بتكاملهم، بتفاهمهم، بإيجاد السبل في أن يكون لعالمنا العربي والإسلامي والمقتدرون منهم من هذه الدول أن يكون لهم بصمة في هذا العالم الجديد، في هذا النظام العالمي الجديد، ليدافعوا وليحفظوا فيه ثقافتهم، مصالحهم، وجودهم. عراقنا اليوم بعد هذه التغييرات وهذه 20 سنة الماضية في طور جديد، في حكومة ائتلافية واسعة، في إطار تنسيقي جاد. نحن عازمون على عراق مقتدر، متكامل، متعاون، متفاهم، منسجم. عراق فيه كرامة وإنسان، وفيه عدل، وفيه مشاركة. هذا العراق المقتدر سيكون له دور في بناء، في إيجاد التفاهمات ما بين دول المنطقة وخاصة غرب آسيا، ما بين الدول الإسلامية الموجودة بما تملك من قدرات اقتصادية عالية وحجم سكاني واسع وموقع جغرافي استراتيجي. نعم، نستطيع كدول عربية وإسلامية أن نكون جزءاً مهماً في نظامنا العالمي الجديد، وعلى العراق أن يأخذ دوره بما يمتلك من علاقات ومقبولية في إيجاد هذا التفاهم، هذا التكامل، هذا التعاون فيما بين هذه الدول حتى نخطو إلى الأمام. عراق مقتدر في صالح فلسطين، عراق مقتدر منسجم في صالح الأمة العربية والإسلامية. نعم، سنكون مع قضايانا الأساسية. هذا الشعب عندما امتلك إرادته يستطيع أن يرسم مستقبله. نحن معك يا شعب فلسطين، نحن معك يا أهلنا في الضفة، نحن معك يا أهلنا في غزة. المستقبل طيب لكم، المستقبل سيكون لكم إن تنصروا الله ينصركم، وأنتم في طريق نصرة الله فوعد الله لكم بالنصر محتوم إن شاء الله. أنا مرة أخرى أكرر شكري وتقديري وامتناني إلى جميع الأعزاء، أسأل الله تعالى أن يتقبل صيامهم، قيامهم، دعواتهم، وأن يرجعهم سالمين، وأن نلتقي إن شاء الله في سنتنا القادمة في مؤتمرنا القادم بانتصارات جديدة، بإنجازات أكبر، بتلاحم إن شاء الله شعبي ودولي فيما بيننا كأمة عربية
وإسلامية، ومعنا أهلنا من المسيحيين ومن باقي الطوائف والمكونات، لنظهر للعالم النموذج الآخر للعالم الذي يكون فيه الجميع تحت العدل ومن أجل إنسان أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.